إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. إذن إخواني اليوم رسميا سوف أشارك معكم أول تريلر رسمي يخص هذه اللعبة المشهورة بشكل كبير والتي تسمى سوورتسمان إكس. هذه اللعبة إخواني هي موجودة حاليا على الحاسوب وغيرها، ولكن سوف يتم طرح هذه اللعبة على أجهزة الجوال، وسوف تكون أيضا لأجهزة الأندرويد والآيفون. وهذا أول تريلر رسمي يخص هذه اللعبة، لأنه سلفا سبق ونشرت على لعبة أخرى وهي مشابهة بشكل كبير لهذه اللعبة أيضا ولكن باسم مغاير، على ما أظن غانغ هود كان الاسم وشيء من هذا القبيل، ولكن الحين هذا هو يعني وهذه اللعبة الرسمية الشبيهة والتي هي أصلية للعبة سوورتسمان إكس. صراحة اللعبة رهيبة جدا، وسألت أنا أقول إخواني هي سوف تكون الحصان يعني توقع سوى الحصان فقط، وسوف تشاهدون هذا في الجيم بلاي وفي هذا التريلر الرسمي الخاص باللعبة، لكن حاليا هي غير متوفرة. سوى عليكم التسجيل المسبق أو طلب النسخة، يعني حتى بعد صدور الرسمي الخاص بهذه اللعبة سوف تتحصلون مباشرة على روابط التحميل. روابط التسجيل إخواني سوف تجدونها في وصف هذا الفيديو كالعادة، هي روابط مباشرة يعني بدون إعلانات ولا أي شيء. كما تشاهدون أيضا هذه هي يعني هذا هو الحصان وسيرة التنقل التي ذكرتها لكم. صراحة لعبة رهيبة جدا إخواني، أكيد أنه متوفر على صيغة الباتل رويال، وسوف تكون أيضا بكل المودات الموجودة في الألعاب الأخرى، يعني سوف تكون سولو ودو وسكواد، يعني كل المودات المتوفرة سوف تحصلون عليها في هذه اللعبة. وهذا كما خبرتكم أول تريلر رسمي يخص هذه اللعبة. وحتى الأسلحة إخواني كما تشاهدون هي حاليا فقط يعني السيوف والرماح وما إلى ذلك. بالنسبة للأسلحة النارية لست متأكد هل ستكون أم لا، ولكن بنسبة كبيرة لا، لكن سوف أشاهد ما هي تطورات هذه اللعبة. فروابط التسجيل كما أخبرتكم سوف تجدونها أسفل هذا الفيديو في الوصف طبعا، وأيضا أي شخص استفاد من أي فيديو أو من أي حلقة أو أي شرح في هذه القناة أتمنى من صميم القلب أن يشارك كل فيديو مع أصدقائه يستفيد منه، وخاصة هذه اللعبة الجديدة. وأيضا إخواني كل شخص استفاد أتمنى ألا يبخل عليه بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يتوصل بكل جديد الفيديوهات. أما الآن فدمتم في رعاية الله وحفظه، وسوف نلتقي في شرح وحلقة مقبلة بحول الله، سواء كانت جيم بلاي يعني عن لعبة فورتنايت أو بابجي أو رولز أو كرياتيف لست أعلم إخواني، ولكن سوف نلتقي بإذن الله في حلقة أخرى، وإلى اللقاء.